السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني. أنا أقدر حاجة بعض الناس إذا كانوا يفتقدون إلى جنسية في البلد المتواجدين به، أو الإقامة الرسمية، أو الإقامة ممكن عندهم إقامة بس مهددين بأي لحظة انتهاها. هذه الأمور أنا أقدرها، مو أن الواحد يعني الله منعم عليه بجنسيته ومستقر ببلده يعتقد أنه كل الناس نفس ظروفه. وأنا عشت ظروف بالأردن، يعني شفت كثير حالات فاللي ذكرني بيها. لكن الإنسان لازم تكون مواقفه يتحلى بالكياسة، ولازم ما يتنكر لأي بلد أو مدينة أو منطقة رعته إلى حد ما، أو قام بها، أو إلها نوع من الفضل عليه بعد فضل رب العالمين. طبعا هو رب العالمين هو المتفضل علينا وين ما رحنا. مشهورة بالكويت أو بلوغر يسمونها أو شيء من هالقبيل، أخذت الإقامة أعتقد بالإمارات، ما أعرف إقامة أو جنسية بالإمارات، المهم ومنحوها أموال الإمارات ومنزل وكذا، يعني طلعت شكرت للإمارات وكانت مغبوطة وقالت إن الإمارات أمي. فالإخوان بالكويت زعلوا إنه أنت عشتك حياتك كلها بالكويت، والكويت قدمت لك وما قدمت لك، ووالدتها هي كويتية أصلا، فأهلك مقيمين بالكويت أصلا، فاعتبروها تنكر لدولة الكويت عدم ذكرها. هذا الأمر بي صح وغلط، لكن أنا استحضرت نفس لقاء النفس هاي المشهورة. هاي المشهورة والدتها كويتية ووالدها عراقي، مولودة أعتقد مولودة بالكويت أو جاية طفلة للكويت، ما أعتقد مولودة بالكويت. الشاهد سألتها مذيعة في لقاء نشره للشباب مقطع، قالت لها انتي اصلك وما اصلك؟ قالت انا ام كويتيه وابوي عراقي. وقالت لها وين تلقين نفسك؟ طبعا هو سؤال تافه يعني. المهم قالت لها انا لا يعني مع الكويت وقلبي مع الكويت وحياتي بالكويت، وما ذكرت اي شيء للعراق رغم انه اصلها يعني، والعراق ما راحت لو طردها. شايفين شلون؟ فالعراقيين طبعا العراق بلد كبير وبسكان عدد كبير، فما يعرفون هاي وين عايشة أصلا، ولا حد يهتم للموضوع. بس أنا كلامي موجه للإخوان بالكويت، اللي ينكر عمامة ينكر خوالة، أنتم خوالها والعراقيين عمامة، وهي صح ولدت عند خوالها لكن ما تحدثت عن العراق طريقة جيدة. هي ما ذكرت العراق، كان بإمكانها، شوفوا مثل ما نكرت عمامها نكرتكم بعدين، كان بإمكانها لو كانت تتمتع بالكياسة وأبوها هي عراقي، ومو ذنب العراق أنه هي ما عاشت بالعراق. أنت أبوك عراقي، ما عايشك بالعراق وطردك العراق، هاي 40 مليون عراقي، صح مر الظروف بالعراق بس حاليا الحمد لله العراق. وبعدين الإنسان يعيش ببلده يعني زين شين، هذا اللي يجرى عليه يجرى على غيره. فلا قالت انه انا اعتز مثلا، يعني مثلا لو اكو ناس مولودين بالخارج وهم بس اصولهم مثل العراق فلسطين الكويت السعوديه، ناس مثلا بامريكا واوروبا، من يذكرونه لو هو يفتهم؟ اكو كثير مشاهير يقول ان انا انولدت وكذا وكذا، بس انا جذوري من بلد كذا واعتز بجذوري، بس انا البلد هاي هي بلدي. تمام، نقطه راس سطر. لو كانت هاي كيسة لما سألوها كان قالت أنا من كويتية وأبوي عراقي ولدت هنا عشت هنا وكذا، وأنا بنت هاي البلد بس بلدي أعتز في أصلي وبلدي الأم اللي ما حظيت أنه أقيم بي وأتمنى زيارته وإن زارته كذا وامدح بي وكذا، وجزى الله المحسنين خير حساب. لكنها ما قالت ولا جابت طار العراق لا بخير ولا بشر، رغم أن بلد أبوها يعني هي المفروض عراقية لأن الإنسان ينسب لوالده. لما الآن تفضلت عليها الإمارات، والإمارات معروف يعني متفضلة على كثير مشاهير، طبعا الناس البساطة ما تتفضل عليهم الإمارات ولا تسأل عليهم، يعني هي تريد المشاهير وهذا حقهم، سياستهم الإخوان بالإمارات. لما الإمارات كرمتها وأخذت الإقامة وحست بالطمأنينة، وأسأل الله الطمأنينة عليها وكل شخص ما عنده إقامة أو جنسية، أنا مو كارهها ولا حقدها ولا أعرف هي منو، لكن ايش قالت؟ مدحت بالامارات وحسست الاخوان بالكويت انه هي متنكره نعمتهم. شفتوا؟ فالاخوان اللي بالكويت اذا كنتوا زعلتوا عليها
فالمفروض يزعلون عليها من البداية، اللي تنكرت أصلها منين ولا جابت طاري بلد والدها بخير. للأخت هاي المشهورة والكثير مثلهم، ترى لا الكويت لها ذنب، ولا الكويت ما قدمت لش نعمة، ولا العراق لها ذنب، ولا العراق مو متفضل على والدك، ويكفي فخر إنه أصلا من العراق، بس الغلط بوالدك وبالدك. والدتك يمكن ما جتها قسمة، ويمكن كذا، ويمكن عجبها شكل أبوك وكذا، الزوجة أبوك وهي تعرف أن العراقي صعب بالكويت بالظروف قبل هاي، هسه يجوز أشوى بيها باب وجواب. كذلك والدتك ترك كل العراقيات اللي بالعراق وراح أخذ سيدة بالكويت، مع احترام للكويت هو عارف أنه صعب تسجيل بنته وكذا، كان طمعان بالإقامة بالكويت، كان طمعان بالدينار الكويت بظروف صعبة بالعراق، فكانت النتيجة. فيا اختي يا هاي المشهورة، لا العراق لا ذنب ولا الكويت، العراق لها فضل عليك، والكويت لها فضل عليك، والإمارات لها فضل عليك. لا طلعتي افتهم الكياسة، قولي اعتز بأن والدي أصلا من العراق، فأنا المفروض أن أصول عراقية واعتز، وأنا والدتي كويتية مولودة بالكويت وعايشة واعتز، وهاي اعتبرها ديرتي، واعتز بالإمارات وشاكرة نعمتها أن فضلتني بقامة وأموال. نقطة رأس سطر. بس بعضهم من يطلع ما يعرف ويخون التعبير، فالإخوان بالكويت سامحوها، واسأل الله لها التوفيق والسداد، ومع السلامة.